تستأنف في القاهرة اليوم محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في محاولة للتوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار على غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك. كانت القاهرة قد استضافت الأحد الماضي على مدار 4 أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث شاركت في تلك الجولة التي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت حماس في نهاية الجولة للتشاور، إلا أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة.